ولكن البني آدم اللي يكون حزين مع إنسان يحبه فأنا ما أظن أنه هو يحبه، ويحط بين كلمة يحبه مليون خط، ويحطها بين قوسين وركز عليها. اللي يحبك ما يخليك حزين، اللي يحبك ما يخليك تشتاق حق حياتك قبله وبدونه، اللي يحبك ما يخليك تبتسم لما تتذكر كثر أنت كنت إنسان مرتاح البال قبل الله هو ينوجد بحياتك. أصلاً المفروض أن اللي يحبك يخليك تبتسم كل ما تذكرته، كل ما تذكرت أيامه، كل ما تذكرت عطره، كل ما تذكرت صوته، كل ما تذكرت طارية. وإن حصل عكس هذا الكلام فهو إنسان ما يحبك، لأن أنت مو حاب نفسك وياه، لأن أنت مو قادر تتعايش وياه، لأن أنت مشتاق لنفسك. والبني آدم اللي يخليك تشتاق لنفسك هذا بني آدم ما حبك عدل، ما خلاك تحب نفسك، ضيعك، عقدك، خلاك تروح لمكان وايد ثاني. اصحى وركز. اذا انت كنت اليوم قاعد تسمعني وتبتسم كل ما تتذكر ايامك الحلوه، معناته في خلل واضح موجود بالانسان اللي موجود معاك في حياتك.